الحلاني ورحمة رياض يلتقيان على متن حافلة في أستراليا، ويغني لها يخرب بيت عيونك يا رحمة شو حلوين. أحيا النجمان حفلا غنائيا في أستراليا، أجواء عفوية جمعتهما خلال رحلتهما، وغزل عاصي ذي رحمة يتصدر حديث المتابعين. تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يجمع الفنان اللبناني عاصي الحلاني وابنه الفنان اللبناني الوليد الحلاني بكل من الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان حاتم العراقي، وذلك خلال استقبالهم الحافلة نفسها أثناء تواجدهم في أستراليا حيث يحضرون حفلات غنائية هناك. وظهر كل من عاصي والوليد ورحمة وحاتم وهم يغنون بطريقة عفوية، ليفاجئ الفنان عاصي الحلاني الفنانة رحمة رياض بإهدائها أغنية عهدير البسطة للسيدة فيروز، مستبدلا اسم عليا باسم رحمة قائلا ويخرب بيت عيونك يا رحمة شو حلوين. هذا نتذكرتك يا عليا أو تذكرت عيوني أو يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين، ويخرب بيت عيونك يا رحمة شو حلوين. هذا وكان أحيا كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة العراقية رحمة رياض حفلا غنائيا كبيرا في أستراليا حضره عدد كبير من جمهوره بالجاليات العربية المقيمة في القارة البعيدة. وقدم عاصي خلال الحفل نخبة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمة الأغاني منها وني مارق مريت وبحبك وبغار ويا طير ويا ست الستات ومالي صبر. وتضمن الحفل مشاركة خاصة من ابنه الفنان الوليد الحلاني حيث أشعل الأجواء بالغناء سويا. وبدورها أشعلت رحمة رياض الأجواء مقدمة باقة مميزة من أجمل وأروع أغانيها وسط تفاعل كبير من جمهورها، كما شاركتهم الرقص على خشبة المسرح. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل رحمة حيث ظهرت في أحدها وهي ترقص الدبكة مع معجباتها اللواتي صعدن على خشبة المسرح. وأوضح الكثيرون أن الرقصة التي أدتها رياض هي رقصة الجوبي وليست الدبكة، وهي رقصة عراقية بدوية وقروية ترقصها الجماعة على هيئة حلقة مستديرة.